اسمه الأخير، رقم الكورس، اسم الكورس، العلامة، تاريخ. سبش على اللي عنه هذا التالي هيسكي. في بتصير لما بصير رانمية هذا الديزاين؟ لا، ولكن بتصير مرات لدواعي البرفورمانس، لدواعي 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 بيسووها مبرمجة بيسووا أكثر ديكو. ها؟ فأنت قد إنك تأخذهم تقسمهم لثلاثة تيبلز، فهمت؟ هاي سكيمة معينة تقسمهم لثلاثة تيبلز عشان برضو تأخذ إشي ثاني من داتا بيس ثانية وتقسمه لأكثر من تيبل وتوفقهم. فالنورماليزيشن هنا انتو 3 نورماليزيشن صارت انتو 3 تيبلز. هاي بالريفرس انجينيرنج شايفين هاي اوتوماتيكلي في برامج كثير بترجعها على اي ار سكيم. طبعا الاي ار هون بتكون ربش مرات لانه بتكون كيف ربش قصدي المسميات يعني هاي كليم هاي كليم بس مرات المبرمج شو اللي كاتب بي ار او شو يعني بتعرفش اي دي وبتعرفش شو معناها مزبوط هيك المبرمجين هي لما ترجع الاي ار تعمل جنريت الاي ار الاي ار برضه بيطلع اسماء التيبلز والريليشنز بيطلعن كمان يعني مش واضحه بس على الاقل ترجعها لاي ار ظبط اسمائهم بتجيب اكثر من سورس ظبط اسمائهم بصير عندك شيء ومنه تروح نت. طيب سكيما ماجيك هلا في الكروس باوندرز الكروس باوندرز ايش يعني؟ انه في عندي انا مثلا انبوت عندي انا اكثر من داتا سورس الاوتبوت اللي بدي اياه مش بس السكيماز والكورسبوندنسز هن هذول هذا اصعب شيء. شو يعني الكورسبوندنسز؟ انه انا عندي سكيمز عندي مثلا كنا اربعه داتا سورسز طلعت جلوبال سكيم طيب هلا ظل اروح افرق اعمل لينك اقول انه هاي مش بس انا يعني اقول واصمم الامبلوي والوركر بعملهم بختار اللي بدي اياه بجوز اخترع اسم جديد كمان وكانه بدك كروس باوندنس او مثلا فيو اللي تقول سلك كذا يونيون سلك كذا طلع صح هنا الفيو هاي صارت كروس باوندنس يعني انت بدك تعمل ماب بين السكيمز اللوكال السكيمز اللي عندك هذول مع الجلوبال بدك تعمل ماب عشان تخيل انك انت سويت هناك سيلكت على الجلوبال سكيما بيطلع لك الداتا من كذا وكذا 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 ومش سيلكت اول مره يعني مثلا في داتا بيس فيها بيرسون وفيها جندر مان وومن في داتا بيس ثانيه في عندنا تيبل اسمه مان تيبل اسمه وومن صح؟ فشو ممكن تساوي هو؟ انا بدل افرض ان انا اخترت اسوي بيرس اوكي بطلع كل البيرس اللي من هون وهناك بقول له سيلك او افترض ان بديش البيرس بديش كل شيء اصلا بدي بس هو هون شو بسوي بطول الومن كلها وبحطها وهون بقول له سيلك كذا وير جندر ايكوال فيميل طلع يعني بقوله بالفيو في وير يعني انت مش تاخذ كل شيء بالتيبل وتحطه قد يكون عندك سيلك كذا وير كذا وير كذا وير كذا عشان هاي كويري وكأنها نسميها كروس باوندنس ممكن مش كل الكولومز كمان مش كل الكولومز ما هو فالحين بالتالي بنسميه كروس باوندنس اصلا مش مثل كذا بجوز ما تكونش ريليشنال موديل بجوز جاي تكون زي ميكس بجوز كروس باوندنس هون يكون برنامج اللي بيعمل ادابتيشن يعني فكروسباندنس ريليت سكيما إليمنتس which describe the same phenomena of the real world. هلا خليني أشوف الرسمة هاي خير أنا عندي نفس المثال طلع أنا عندي سكيما معينة هاي بتعني كل الناس هاي بتعني الومن فكذا أنا أكون بالسكيما تبعتي أكون أوكي ما هو بهاي الحالة لما بطلع السكيما تبعتي هاي ريال وورد يعني على فكره هون انسى انت بتطلع هون مظبوط هون عندك بيرسون بس مسجل بكلمه ايش
افرض انه هذا الكلب اسمه بيرسون، بس شو مسجل الكلب؟ بس هو. وهذا مسجل بيرسون، شو مسجل الكلب؟ ميكس. ما هو صح؟ هلا هذا بيرسون وهذا بيرسون، بس انو اللي بيعرف شو ريال وورد؟ انت الانسان صح؟ انت بتعرف انه الومن هي سبطان من بيرسون، سب سن من بيرسون صح؟ وبالتالي يعني معنى اخر بلزم اللي هون بنقولكم بلزم الريال وورد نولج. انت عندك كمبرمج ما بتقدر تسكر وتقول بيرسون بيرسون هو كاتب بيرسون بيرسون، انت لازم تفكر وتقول اه ما هو هاي سبست من هاي وهاي سبست، يعني تلزمك المعلومه هاي انه مثلا وانت بتعمل انتجريشن انه دائما هو الومن والمان سب تايب من بيرسون الاثنين، عشان هيك بزبطش اوتوماتيك، عشان هيك بزبطش على الاقل، عشان في اشياء في ناس بيستعملوا في الداتا انتجريشن كوميس ويب ميت عشان يطلع اذا في شيء سب تايب من شيء في الويب عشان يعرف يقدر يكشف في الانتجريشن في الاوتوميشن. لما نجي نعمل برنامج يعني يعمل اوتوميشن انتجريشن مرات بنروح بنستعمل معاجل. اذا بتوفيش اذا مسمى صح اذا يكون سيم هذا وشيء سيم هذا مرات سينونيمز عشان يعني شوف برنامج بكرر الصوره لحد معين يعني اسمع لو وفر علينا نص وقتنا ليه. طيب خلينا كمان مره بالاسيرشنز افرض انه انا هم مثلا فايندينج ماتشنج كورسبوندنس. هون طبعا كل احنا تركيزنا انه الكورسبوندنس هذول لو بدنا نعمل فيه لو بدنا نعمل لهم اوتوميشن او يعني لو الشيء كثير مرات بكون واضح مانيولي بندرسوش اه بس انه هاي انه في جزء في اوتوميشن. ففايندينج الكورسبوندنس هاي هي من اصعب الاشياء is done through the use of a rich language. في languages تنكتب. طب بأني لغة أكتب لي كورسبوندنس؟ هيك يعني السؤال كيف ما أشرح. هلا إذا عندي أنا بقترح عليكم. إذا عندي بس relational models وكلهم مثلا أوراكل أكتبهم بالاسكيول تبعي. آه بس قد يكون عندي أنا الكورسبوندنس بده يجي من اكسل على شيء ثاني، من تكست فايل على شيء ثاني، من كوبل على شيء ثاني، وا 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 وا. ففي لغات كثيره، لغات كثيره للكروسباندنس. بنعمل الكروسباندنس يعني البرنامج اللي بيعمل اوتوميشن بيطلع لنا الكروسباندنس بلغه معينه وبين اللغه هاي بنروح يا من بنعمل زي هيك مثلا. هاي كروسباندنس لانجويج من اللغه هاي بنروح من شيء من نفذه بنعمل له اكسكيوشن يعني بنعمل له ماب على اس كيو ال شيء بنروح نسوي برنجو شيء بنروح اه بس مرات بيكون في انا انت بتعطيني تو داتا بيسز اعمل له انتجريشن انا عندي برنامج بستعمل البرنامج تبعي البرنامج تبعي صح بيعمل الانتجريشن بحط لك التيبلز وبتشوفي وبتعمل بالماوس ما حطي هاي فوق هاي وا 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 الاوتبوت بيكون ليست من الكورسبوندنسز لغه معينه مكتوب لغه معينه هذول بروح ايش بنجزئهم حسب الكيس بنروح نجزئهم باي لغه بدنا ننفذ فبس هاي بس عشان اورجيكم جست تو جيت يو ذا فيلينج انه مثلا سكي عندنا سكيما بيرسون له بيرسون نمبر له نيم له جندر وهي في عندنا ار ريليشن وهي عندنا مارج له كونتراكت له ديت بين اثنين هاي سكيما ثانيه في عندنا بيرسون له اسم رقمه له اسم وفي عندنا مارج وفي علاقه مع هاي يعني تو ديفرنت سكيمز فالكورسبوندنس انه الاس 1 دوت بيرسون ايكوال الاس 2 دوت بيرسون ويذ ذا كورسبوندنس ايدنتيفاير انه هاي وهاي ها with the correspondence identifier name on name يعني معنى اخر هذا شو بقول لكم البيرسون ها والبيرسون ها are the same where هاي ربطيها مع هاي وهاي ربطيها مع هاي again بس انا بعطيكم شعور كيف correspondence languages تلك هلا full automation is impossible
As computer process can hardly make ultimate decisions about the semantics of the data. الكمبيوتر بتعامل مع strings, عارف ايش معناها. But even virtual assistant in discovering correspondences to be confirmed by or guided by a human is helpful. هلا في كثير من التولز الموجودة اللي بدكم بالسوق أو أنا مش عارف إنه بالسوق أو بالأبحاث, في كثير من البرامج اللي انبنت عشان تساعد الناس يعملوا داتا بيس, ده هي داتا بيس انتجريشن مش داتا انتجريشن. بعرف شو هو أفضل إشي, وفي كثير لغات انعملت وزي ما انتم شايفين كله طالع من جامعات يعني. طيب example of correspondences, هاي عندك سكيما بيرسون له رقم وله اسم, وعندك فاكولتي, فاكولتي يعني هون مش يعني كلية, مدرس يعني المدرس عضو الكلية, أعضاء الهيئة التدريسية الكلية نسميهم فاكولتي. فهاي فاكولتي وهاي ستودنت, هذا مسجل عن مشروع تبعه اسيستنت بروفيسور ليكتشرر الى اخره, ما مسجل عن قديش معدل. في عنده واحد ثاني سكيما ثاني شو مسجل فيها؟ كتاب اسمه ثيسيس, مسجلين اسم الادفايزر واسم الطالب والتايتل تبع الثيسيس. فهون شو بنصير بنقول اه اوكي ها معناته اكيد فاكولتي. وعلى فكره هاي كمان هي ايدنتيتي للبيرسون, وهاي كمان للستودنت كمان بنعملها ماب على ايدنتيتي مع 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 البيرسون ومع الستودنت. هاي المعلومات اللي بنقدر نعملها انتجريشن سكيلز, يعني معناها هذول الخطوط الحمر اللي بنسميهم ايش؟ كروس باندنس. طيب هذا المثال اللي شرحناه في اول المحاضره. هاي مثال ثاني على كروس باندنس, في عندنا بوك له تايتل له اس بي ان, بعدين في عندنا كلبه اوثرز, اوثرز مش اوثر واحد له نيم, كل اوثر له نيم وله بيرث. السكيما الثانيه اوثر له نيم له بيرث وكلبه البوك, شايفين ديفرنت ستراكت, والبوك له تايتل له اس بي. كيف نعمل لهم النيم ها مع النيم ها, التايتل ها مع التايتل ها, الاوثر هون تخيلوا يعني الكلاس او الانتيتي مع الاتريبيوت, وهاي مع طيب سكيما انتجريشن اند مابينج جنريشن. يعني هون كيف هلا الستيب الثالثه هاي انه في عندي ان سورسز مع الكورسبوندنسز, يعني انا اعطيتكم السورسز واعطيتكم ايش؟ الكورسبوندنسز. شو بدي الاوتبوت؟ انتجريتد سكيما والمابينج رولز, يعني بدك تنفذ ايش؟ الكورسبوندنسز. ف وبدنا هسا ايش نسوي؟ بدنا يعني نعمل جنريت لهي الجلوبال سكيما ونعملها بوبيوليشن. فالجول we want to create an integrated schema and the mapping to the local databases. زي هاي عندي global schema وهاي عندي two local schemes. هاي مثلا global schema في عندي SSN, age, city of residence, city of birth, region. وهاي مثلا في عندي city بتروح على city of birth. ها؟ عندي هون city بتروح على برضو city of birth في التابل الثانية. إذا هون عندي تابل في هاد, هاي بتروح على سيتي أوف ريزيدنس حسب السكيما هاي اللي عندي. دكتور؟ احنا بنحكي هان يعني احنا كل الشرح في كل المحاضرات على داتا ميجريشن, بس بنلاحظ انه برضه في داتا ميجريشن في الموضوع. كيف يعني ميجريشن؟ يعني احنا بندمج الداتا كلها, حتى الداتا بنجيبها وبندخلها في وان سكيما. شو بكتب على الكلام اللي بقوله؟ لا يعني انه برضه في كمان تسمية وكمان مصطلح اللي هو انه قصدك ميجريشن.
قصدك مصطلح المايجريشن ومصطلح الداتا اكسشينج ومصطلح الانتجريشن. يعني احنا الانتجريشن يعني مثلا بالشغل ما في انتجريشن ربط بين اكثر من سورس ما في مشكله عشان اطلع في اوتبوت واحد، بس احيانا في داتا مايجريشن انا كل الداتا حتى بجيبها بحطها عندي كمان. قصدي اقول لكم لو اي الانتجريشن بتعني انه انا بودي لك الداتا تبعتي وبحتفظ بالداتا اللي معي كمان مره، يعني بعطيك نسخه عنها وبحتفظ فيها، او قد اني اودي لك يعني كلمه الانتجريشن هي الكلمه العامه، كلمه مايجريشن قد يقول لك انها حاله خاصه بالانتجريشن، انه بالمايجريشن انا خلص بشطب كل الداتا اللي بتضل عندي، يعني بعد ما اعمل الانتجريشن ما بيلزمني اللوكال سكيمز. زي مثال الدكشنري. زي مثال الدكشنري ما مش دائما قد انه نخلي هل في شيء ممكن نسميه جلوبال فيرسس لوكال، في شيء نسميه لوكال فيرسس جلوبال انتجريشن؟ كيف مين لما انا باجي اعمل انتجريشن؟ في عندنا محاضره مستقله عن هذا الموضوع، يعني محاضره خصوصي عن الفرق بين الجلوبال الجاف واللاف، شو الفرق بين، ومرات بتطلع نتائج مختلفه. كيف هل تنظر للداتا از جلوبال؟ يعني انت عندك كنا بدنا نوحد الاربع جامعات في داتا بيس واحد، مش مهم بدنا نخلي لهم الداتا بيس تبعها او بدنا نلغيها ونطلع في داتا بيس واحد، يعني يا يعني نشوف يعني عندنا نطلع جلوبال سكيما ونخلي الاربعه جامعات ولا نلغيهم بعدين ونخليها، مش هاي القضيه، بس انك تشوف الداتا از جلوبال، تيجي از جلوبال فيو وتطلع، يعني عندك جلوبال فيو كيف يعني تقول الطالب والعلامات وتعمل ماب مع اللوكال، والا تشوف الداتا از لوكال لما تيجي تعمل كويري تشوفها از لوكال وتشوف اللي عندك انه هذا اكسبورتد، يعني انت ما بتشوف، يعني في فرق بين النظرتين، هذا بنتطرق له بعدين بطريقه اكثر. في فرق بين ما ابني الداتا سوري لما اجي اعمل كويري للداتا بين اني اطلع على الجلوبال فيو واعمل داون مابينج مع تحت، ولا اطلع تحت واشوف المشترك بينهم واعمل كويري. اوكي نتطرق له بصراحه يعني انا في شويه تلخيص عن الكونفليكس وعن المشاكل اللي شفناها بصراحه بنكتفي ولا نظل عندي شيء؟ ما في شيء جديد، هذا كل الكلام صراحه حكيته انا. زي مثلا انك في الانتجريشن رولز مثلا افرض انه عندي انا كلاس كروس باند اتريبيوت، اخلي الاتريبيوت اعمل اتريبيوت ولا اعمل كلاس؟ كيف الكلاس؟ فعندي حسب يعني لما تعمل الانتجريشن لما تعمل جلوبال سكيما السكيما تبعتك بدها تكون لس ريستريكتد، تكون جنرال اكثر من لس ريستريكتد، ما في شيء شيء. هاي التايبس اوف كونفليكتس نفس الكلام اللي حكيناه، فبتراجعوا ما في شيء جديد. ما هون عندي هاي مثلا الانتجريشن ميثود، الفرق بين مانيوالي ولا اوتوميتد. اذا عندي مانيوال فانت بتسويها تعمل المابينج مانيوالي، بس اذا عندك تول عندك الكوسمانتس وعندك السكيم وانت من التول تبعتك بتساعدك انك تعمل مابينج وانتجريشن. هاي بس عشان اصور لكم قصدي العمليه هذا كله شرحه. في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال؟ في حدا بحب يطرح موضوع ذات علاقه؟ في ورقه جت تعمل في برامج جاهزه تعمل انتجريشن؟ كنا فيش برامج جاهزه تعمل انتجريشن، في برامج
بتساعد على الانتجريشن بس يعني عشان استعدك انت كهيومن يعني. Gracias.